تعرف على فضل صيام الستة أيام من شوال وأيام البيض. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيام شهر رمضان هو فرض واجب على كل مسلم عاقل وبالغ، لكن في المقابل هناك أيام أخرى خارج رمضان يصوم بها المسلم ويكون الصيام فيها اختياريا أو طوعيا، فمن كانت حالته الجسدية تسمح له يفضل أن يصومها طمعا في مرضاة الله ولكسب الأجر والثواب. اليوم سنسلط الضوء على فضل صيام الستة أيام من شوال وأيام البيض. أولا، ما هي الأيام البيض؟ الأيام البيض هي 3 أيام من منتصف كل شهر قمري في السنة الهجرية، وهي الليلة 13 والرابعة عشر والخامسة عشرة، وتسمى بيض لأن لياليها بيضاء بضوء القمر حين يشتد ضوءه عندما يصبح بدرا، ويستحب عند المسلمين صيام هذه الأيام الثلاثة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال أيضا: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. كما قال أيضا: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عدة 3 أيام من كل شهر. أهمية صيام الست من شوال وأيام البيض. أولا، من المستحب أن يصوم المسلم أيام الست من شوال وأيام البيض من كل شهر، ففي صيامها فضل عظيم وأجر كبير. الصوم يكفر عن الذنوب والآثام، فيزيل السيئات ويكسب الحسنات، كما أنه فرصة للحصول على المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يتقرب العبد من ربه من خلال الصيام فيقوى إيمانه، وهذا ما يجعله يؤدي عباداته بالشكل الصحيح. يمنح الصيام قوة الإرادة والعزيمة، لأن العبد يمتثل لأوامر الله سبحانه فينجح في السيطرة على نفسه ويبتعد عن الشهوات والمعاصي. للصيام أبعاد إنسانية عظيمة، فهو يشعر الصائم بمعاناة الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يأكلونه. للصيام فوائد صحية عظيمة أيضا، فهو يطرد السموم من الجسم ويقوي جهاز المناعة وينظم عملية الهضم. يساعد الصيام على تحسين الحالة النفسية للإنسان، فعندما يتقرب العبد من ربه بالصيام يشعر بالسكينة والسلام الداخلي. صيام أيام الست من شوال وأيام البيض سنة نبوية محببة، ولقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بها، كما أن له فضل عظيم. فاحرص عزيزي على صيامها لعلك تكسب رضا الله ورحمته وتحصل على الأجر والثواب.